مع التطور السريع في عالم التقنية واتجاه الحكومات والمؤسسات نحو الرقمنة في كافة خدماتها، حرصت دولة الكويت على تبني مفهوم التحول الرقمي الحكومي باستبدال العمليات الرقمية بالتقليدية ووضع خطط واستراتيجيات لضمان تحقيق أهدافها بجودة وكفاءة. وزارة الداخلية ممثلة بمركز نظم المعلومات وضعت استخدام التكنولوجيا الحديثة هدف استراتيجي في شتى المجالات الأمنية لربط جميع القطاعات الأمنية بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة. تعتبر الإدارة العامة لنظم المعلومات هي عصب وزارة الداخلية، حيث أن هذه الإدارة تقوم بتزويد الإدارات وقطاعات وزارة الداخلية بمختلف الخدمات، منها أنظمة، منها خطوط نقل معلومات، منها صيانة للأجهزة، ومتابعة هذه الخدمات تتم عن طريق إدارات المعنية في وزارة الداخلية، وتشمل هذه القطاعات قطاع شؤون الإقامة بالإضافة إلى قطاع الجنسية ووثائق السفر، بالإضافة إلى قطاعات الخدماتية مثل عندنا المرور وعندنا الأمن العام وعندنا الخدمات الخاصة في قوة منتسبي وزارة الداخلية. يقوم مركز نظم المعلومات في وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات المختصة الأخرى في مجال استخدام الحاسب وتطوير البرامج ونظم المعلومات بهدف الاستفادة منها لدعم نظام المعلومات واستخدامات الحاسب. توفر وزارة الداخلية بمجهود العاملين في الإدارة العامة لنظم المعلومات من عسكريين ومدنيين وكفاءات وطنية بتوفير خدماتها الإلكترونية عبر موقع الوزارة أو تطبيق الوزارة أو تطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل. وذلك التطبيق يوفر للمواطن والمقيم جميع بياناته الخاصة فيه بوزارة الداخلية مثل رخص القيادة والجوازات والكفالات، الخدمات الإلكترونية المقدمة مثل خدمة تجديد الإقامة للمكفولين أو إصدار الإقامة أول مرة أو خدمات دفع المرور الخاصة به أو للغير، وكذلك إصدار شهادة الحالة الجنائية وإصدار شهادة جواز سفر طبق الأصل. يحقق تحول خدمات وزارة الداخلية إلى خدمات رقمية مجموعة من الأهداف المهمة التي لا تقتصر على تسهيل إنجاز معاملات الأفراد والشركات بشكل سريع فحسب، بل تمتد أيضا للمساهمة في الحفاظ على السرية التامة للمعلومات والبيانات، كما يساعد هذا التحول في تحقيق سهولة التواصل بين الإدارات المختلفة بالوزارة ويعزز من علاقتها مع الجهات الحكومية الأخرى بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.